عليكم. دكتورة عمار شارجر، أخصائية أمراض الجلد. دكتورة ماريا أمجد، أخصائية أمراض الغدة الصماء والسكري. اليوم تجمعنا عند دادوك باش نهضروا لكم على واحد الموضوع مهم جدا كيهم النساء المغربيات، اللي هو ظهور الشعر الغير مرغوب فيه في الأماكن الغير مرغوب فيها. هذا مشكل عندنا بزاف في المغرب، وعندنا بزاف في المغرب العربي والمحيط الأبيض المتوسط كامل. هذا المشكل هذا فيه جوج الأنواع. كاين النوع اللي كيكون ماشي مرضي، واللي كيكون في غالب الأحيان عائلي أو وراثي، يعني كتكون عندنا العائلة كاملة عندها نقولوا مزغبين أكثر من العادة. وكاين مشكل اللي مرضي. المشكل اللي مرضي كيكون فيه زغب غليظ. إيفكتيفمون، زيادة نمو الشعر المرضي أو لا الشعرانية هو نمو الشعر اللي كيكون عنده واحد المواصفات، بحيث أنه كيكون شعر سميك، كيكون اللون ديالو غامق، كما أنه كيبدأ يبان في المناطق اللي كنسميوها المناطق الرجالية، يعني المناطق اللي عادة ما كيكونش فيها الشعر عند المرأة، وهي في الأغلب في الوجه، المنطقة العليا ديال الصدر، المنطقة العليا للظهر أو لأسفل الظهر، المنطقة الداخلية للأفخاد، والمنطقة الداخلية للذراع. إذن ونبغي نشير أنه في الوجه في غالب الأحيان كيكون في الشفة العليا وكيكون في الذقن عند السيدات، يعني ماشي بشي بلايص اللي عاديين يكون عند السيدة. هاد المشكل هذا عنده أسباب كثيرة، وهاد الشعرانية هذه في غالب الأحيان السبب ديالها كيكون هرموني، وفي غالب الأحيان مشاكل ديال الغدد ومشاكل الهرمونات فإنها مختصاص الطبيب ديال الغدد الصماء. إذا دكتورة أمجد، غالب ديال الأسباب هما أسباب هرمونية ديال المبيضات وبزاف ديال الهرمونات، شنو هما الغدد اللي فيهم مشاكل واللي السيدة خصها تخاف منها؟ اول حاجه خصنا نعرفوا ان الزياده ديال نمو الشعر كتكون نتيجه الخلل اللي كيصيب الهرمونات الذكريه، واللي عاده كتكون عند المراه والمصدر ديالها الغده الكظريه او المبيض، وعاده كتكون النسبه ديالها قليله. وبالتالي يمكننا نفرزوا الاسباب الى اسباب اللي كتؤدي لزياده هرمونات الذكريه في الدم عند المراه، اولا زياده حساسيه البصيلات للشعر، الهرمونات الذكريه اللي كتكون مستوى ديالها طبيعي. اهم هذه الاسباب اللي كتؤدي لزياده في افراز الهرمونات الذكريه كاينه متلازمه تكيس المبايض المتعدد، وهو السبب الاهم بالنسبه اللي تقدر توصل حتى ل 80%. في هذه الحاله المبيض 80% من الاسباب اللي 80% ديال الناس، لا 80% من الاسباب الهرمونيه الشعرانيه. اما هو النسبه ديالو في المغرب كبيره بطبيعه الحال، وداش عنده واحد النمط اللي هو وراثي، فانه كاين حتى توصل حتى ل 20% حتى ل 20 حتى ل 20 ولا 25% عندنا خصوصا في المغرب العربي وفي البحر الابيض المتوسطي. اذا من غير تكيس المبيضات عندنا من غير تكيس المبيضات كاين بعض الاورام اللي في الغالب هي اورام حامده اللي تقدر تصيب الغده الكظريه، والتذكير هي الغده اللي كتكون متواجده فوق الكلى، اولا بعض الاورام اللي كتكون في المبيض وفي الغالب كتظهر في سن متاخره. داكور دونك فوالا، من غير سميتو جو بونس الغده النخاميه والغده الدرقيه هما خصنا نخافوا منهم. بالطبع كاينه بعض الاضطرابات الهرمونيه كذلك اللي كتكون من بعض الاعراض المصاحبه للاعراض الخاصه بها، نمو الشعر الزائد وهي ارتفاع هرمون الكورتيزول اللي كيكون سبب ديالو مشكل في الغده النخاميه، اولا كسل ديال الغده الدرقيه، وكذلك زياده في هرمون المدير للحليب اولا البرولاكتين. اجل الوغ زعما بالاضافه ديال هاد الهرمونات وهاد المشاكل الهرمونات، فانه كاين اسباب اخرى اللي يمكن تسبب لنا هاد الزغب هذا، منه الادويه. بالطبع كاينه بعض الادويه اللي كتؤدي لاضطرابات ديال مستوى الهرمونات الذكريه في الدم عند المراه، واللي كتكون مستعمله بطريقه منتشره عند الناس بزاف، اهمها الكورتيزول، اهمها بعض المنشطات اللي كتكون غنيه بالهرمونات الذكريه، وكذلك بعض الادويه اللي كتكون كتستعمل كمضادات للصرع. الو انا غادي نزيد بانه كاينين وسائل منع الحمل، يعني كاينه ديال منع الحمل لي بروجيستاتيف، حتى هما يمكن ليهم يزيدوا لنا في يعني في الزغب ويهيجوه. عندنا واحد الدواء اللي حنا كنستعملوه بزاف لي درماتو اللي هو لامينوكسيديل. مينوكسيديل هو واحد البخاخ اللي هو سان انتي بيرتونسور، يعني مضاد لارتفاع الدم، ولكن حنا كنخدموه باش كيعاون الشعر انه ينوض. هاد الناس هادو اللي كيديروا مينوكسيديل وسورتو بواحد النسب اللي هي عاليه، يعني 5% عند السيدات، كيقد يبين لها الزغب في مناطق وسورتو المناطق اللي غادي يقيس غادي تتقاس بديك البخاخ هذاك. اذا اون بلوس دو هاد يعني هاد الاسباب اللي هما اسباب الادويه والاسباب الهرمونيه،
كاين كذلك مرة واحد مرة ما كنلقاوش السبب مرة يعني كيكون مجهول السبب، ما كنعرفوش الهرمونات كيكونوا مزيانين، كيكونوا عندنا بزاف ديال الاعراض يعني من غير الزغب اللي قاصح واللي كاين في واحد البلايص اللي هما عندهم واحد النمط ذكري، عندنا بزاف ديال الاعراض اللي كيقول بانه كاين خلل هرموني الوغ هو ما كاين حتى شي حاجه. وهاد الناس هادو كيكون عندهم واحد الاستجابه اللي هي اكثر من القياس ديك الهرمونات، يعني كيكون عندهم مستقبلات ديال الهرمونات الاندروجينيه، يعني الهرمونات ديال الذكوره اللي كتكون يعني كتخدم اكثر من العاده. اذا من بعد هاد الاسباب هادو بطبيعه الحال كاينين شي اعراض اللي خاص السيدات من يبان لهم يمشي ويستشر الطبيب، يمشي ويقلبوا واش ما كاينش شي مشكل. اللي مره كما شفنا مع الدكتوره امجد ممكن يكونوا مشاكل اللي هما صعابين، اورام حامده وامراض اللي تكون خبيثه الى اخره. الوغ عندنا بالنسبه للهرمونات ومشاكل الغدد، شنو هما المشاكل اللي يقدروا يبانوا لنا يعني اللي كتشوفوهم نتوما في الاختصاص ديالكم بزاف؟ اولا انا بغيت ننصح السيده اللي زياده على النمو الشعر بطريقه زائده اللي تستشر طبيب الى بدات لها الشعر ظهر بسرعه فجاه، الى تزادت السرعه ديال النمو ديال الشعر، يعني انه كان عندها الشعر قبل ولكن تزادت السرعه ديالو، يعني ما بين الليل وضحاها شافت بان زغبنات بزاف. هذه ماشي حاجه اللي عاديه، هذه فغالبا احيانا كيكونوا اورام هما اللي كتكون اورام هي اللي كتكون كتفرز هرمونات بكميه كبيره وكتؤدي لزياده السرعه ديال النمو ديال هذا الشعر. كاين كذلك بعض الاعراض اللي تقدر تبان على السيده كاضطرابات في الدوره الشهريه ديالها، اولا خشونه في الصوت، اولا زياده في الكتله العضليه عند السيده. في بعض الحالات كيكونوا اختلافات اولا خلل في الاعضاء التناسليه الخارجيه. بالنسبه حنا الاطباء الجلد كنشوفوا بزاف هاد السيدات اللي كيكونوا عندهم مشاكل هرمونيه بالاخص، انهم كيكون عندهم واحد الشعر كيطيح اكثر من القياس، ولا بلوبار كيكون واحد الصلع اللي هو وراثي، يعني كتكون عندنا لا لوبيسي اندروجينيتيك، يعني كيبان لها بان الوز ديال راسها بدا كيخفاف. من غير هذا الشيء هذا كيمكن مره يكون عندنا السيده كتقول لك عندي ليدان بزاف، الذات ديالي كتزيت بزاف، شعري كيتزيت بزاف، وجهي كيتزيت بزاف. هذا راه هو توا واحد عارض من الاعراض اللي كيكون في المشاكل الهرمونيه. من غير المشاكل ديال الشعر ومشاكل ديال هاد الزيت هذا اللي كيكون بزاف، المشاكل الدوره الشهريه هضرت عليهم الطبيبه، ومن غير انه ما كتكونش يعني منتظمه، فانه كيكونوا كيجيو الحريق، كتكون السيده كتقول كتجيني الدوره بواحد الحريق اللي ماشي عادي. هذا حتى هو واحد من الاعراض اللي خاصو يعني ينبهنا انه يمكن راه كاين شي مشكل في الهرمونات وشي خلل هرموني. الوغ هادو هما الاعراض اللي خاص السيده يعني تكون منتبهه لهم. ومنين تمشي عند الطبيب واش كاينين شي تحاليل؟ شنو التحاليل اللي كيتعطاو؟ كاينه واحد المجموعه ديال الفحوصات اللي كنحتاجوها اللي كتكون السيده كتعاني من زياده ديال النمو والشعر. اولها الهدف ديال هاد التحاليل هو اولا تاكيد ان المعدلات ديال الهرمونات الذكريه مرتفعه في الدم، وبالتالي تحديد المصدر ديال هاد الهرمونات الذكريه. اول هرمون كنحتاجوه هو تستوستيرون، وهو الهرمون اللي مهم، واللي على حسب المستوى ديالو كنقدروا نتوجهوا باش نكملوا التحاليل الاخرى. في بعض الحالات كنحتاجوا الفحص هرمون الغده الدرقيه، او لا الهرمون المدير للحليب البرولاكتين، او لا هرمون الكورتيزول. اسمح لي حيت ما هضرناش في الاعراض بانه بعض السيدات يقدروا يشوفوا خمسه مرضعه يمكن يبان لها الحليب، وهذا يعني عارض من الاعراض اللي بنادم خاصو ينتبه ليهم. هذا جوست باش هضرنا على البرولاكتين هو مدير الحليب، ومن بين الاعراض ديال المشاكل الهرمونيه انه الحليب كيبان. اذا من بغي البرولاكتين والتستوستيرون والغده الدرقيه وهذا الشيء، في بعض الحالات كنحتاجوا نفحصوا مستوى الهرمونات الذكريه اللي كتفرزها الغده الكظريه او المابيض، وهي الهرمونات اللي كنسميوها لا سولفات دي اشوا او لا ديتاكات اندروستانديون، في الحالات اللي كنشكوا ان كيكون ورم في الغده الكظريه او لا ورم في المابيض. في حالات اخرى كنقدروا نحتاجوا نقيسوا هرمون دي سي او اش بي اللي كيخلينا نشخصوا واحد المرض اللي كيكون وراثي، اللي هو من بين الاسباب ديال نمو الشعر الزائد عند المراه، وهو التضخم الكظري الخلقي. يعني هاد الهرمونات هادو
ماشي في الاول كاملين كان زعما كنطلبوهم على حسب السيده ولا حسب الاعراض اللي كاينين، كاين يعني واحد الهرمونات اللي كنطلبوهم في غالب الاحيان، ومن بعد ملي كيبانوا لنا مشاكل كنقدو نطلبوا حوايج اخرين. مثلا يمكن توصل لنا نديروا ديزيكوغرافي، يعني نديروا تلفاز عليه كنقولوا له بالعربيه، يمكن نوصلوا نديروا اني غام، يعني نديروا السكانير، ولا كاين بزاف ديال الفحوصات اللي نقدو نوصلوا نطلبوهم عند السيده اللي بانوا لنا بان شي اعراض يقدوا نتقلقوا على ودهم. اذا من بعد ما هضرنا على الاعراض وعلى شنو خاصنا نقلبوا عليه وشنو هما التحاليل اللي كاينين، طبيعه الحال كاينين هادشي كامل عنده واحد الدواء، الحمد لله كاين دواء، والدواء كاين جوج ديال الانواع. عندنا الدويات اللي غيداويو لنا السبب، هاد الاسباب اللي هضرنا عليهم كاملين، اللي هما دويات يا اما هرمونيه اللي هما في غالب الاحيان كنعطيو لوندروكور. شنو هما الهرمونات عاوتاني اللي كتعطيو نتوما قبل ما كنعطيو لوندروكور؟ خصنا نعالجو اولا السبب. مثلا في الحالات الا كان تشعرانيه دوائيه فالايقاف ديال الدواء فهو كافي انه يعالج المرض الا كانت الامكانيه. بالطبع في الحالات اللي تيكون السبب هو الورم في الغده الكظريه او الورم المبيض، فالاستئصال الجراحي لهذه الاورام كيكفي كافي بانه يعالج السبب ديال هذه الشعرانيه. في بعض الحالات العلاج هرموني الغده كسل الغده الدرقيه كيكون كافي. في المرحله التاليه بعد ما كنعالجوا السبب كتبقى عندنا المرحله اللي كنعالجوا العارض، يعني اللي كنعالجوا بها هذا الهرسوتيزم، وهي مجموعه من الادويه اللي الهدف ديالها هو التحكم في النسبه ديال الهرمونات الذكريه في الدم. اولها واشهرها اللي كنبداو بها هي حبوب منع الحمل، اللي حنا كنعطيوها في الحاله باش كنقلوا افراز الهرمونات اللي كتحفز المبيض باش يفرز لنا الهرمونات الذكريه. ومن بعد كاينه مضادات ادويه اللي هي عباره عن مضادات الذكوره اللي بحال هضرت درتي عليها، هي لاسيتات دو سيبروتيرون. كنحتاجوا ايضا كاينه حتى ماده السبيرونولاكتون وبعض الادويه اخرى اللي كنعطيوها على حسب الحاله ديال المريضه. واغلب الاحيان كاين دابا ادويه اللي فيهم جوج ديال المواد، يعني كتكون فيها حبوب منع الحمل وفي نفس الوقت لاسيتات دو سيبروتيرون اللي كيأثر بطريقه مباشرة على الهرمونات الذكرية. إذا هادو أغلب الأحيان كنعطيوهم باش كما باش نعالجوا هذا الخلل الهرموني وهذا نقادوا ما بين الهرمونات. وتف بالنسبة للسيدات اللي بغات تحيد هذا الزغب هذا، إذا كان مشكل هرموني فإننا دائما كننصحوا أنها تبدأ بالدواء الهرموني واحد المدة باش كنهبطوا من الهرمونات الذكرية عاد نبداو يعني العلاجات اللي هما في أغلب الأحيان علاجات اللي كتتم باللازر. ألوغ شحال المدة اللي كتنصحوها نتوما أطباء الغدد، شحال المدة اللي خاص السيدة تاخذ فيها الهرمونات قبل ما تبدا لي سيونس ديال لازير ولا تبدا دوايات اللي يمكن ولا لي بي ال ولا لي كان؟ الو الادويه اللي كنعطيوها في هذه الحاله باش تبان لنا النتيجه ديالها كنصحوا على الاقل المريضه تاخذها مده مستمره على الاقل 6 اشهر او حتى سنه باش ملي تكمل بالعلاجات الاخرى تعطي النتيجه ديالها. باش نبغي نشير انه حنا غنهضروا على بطبيعه الحال العلاجات بالليزر، ولكن راه الا كان مشكل هرموني فان الدواء بالهرمونات كيكون هو الاول عاد كنبداو بالعلاجات. اذا السؤال اللي كيتطرح، شكون الانسان اللي يمكن له يدير لازر؟ زعما شكون السيده اللي محبب انها ندير لازر؟ اولا الزغبه خاصها تكون كحله، يعني الزغب الاحمر والزغب البيض لازر ما كيدير فيهم حتى شي مفعول. في هاد الاحيان كاين الكي الكهربائي الالكتروليز هي اللي كتنفع الشعر البيض والشعر الاحمر. خص الزغبه تكون غليظه، شحال ما كانت غليظه شحال ما غتكون عندنا فعاليه وبسرعه اكثر. عندنا الجلد ديال السيده خاصو شحال ما كان بيض شحال ما غادي يسهل علينا الماموريه، شحال ما غيكون يعني الفعاليه اكثر. بالنسبه للسيدات اللي سمرين كاين يعني لازر اللي يمكن نديرو لهم ولكن ما كتكونش نفس الفعاليه. في نفس الوقت مادام كنهضروا على السموريه ودابا يلاه داز الصيف، فانه ملي كتكون جلده برونزي يعني ملي كتكون شاده الشمس فانه اللازر ممنوع مده ديال 2 الى 3 سيمانات من بعد اخر اكسبوزيشن اخر تعرض للشمس ديالك، والا فاننا كنذقوا في حروق. النصيحه اللي ننصح انه قبل ما تمشي اللازر السيده اللي غادي دير اللازر تيفيت انها دير كريمات على الجلد ديالها، الزيوت على الجلد ديالها، لي ديودورون بالنسبه للسيده اللي كدير تحت من الابطين ديالها، اي بيان سور انها تكون ما مشاتش للشمس في لي 2 ا 3 سيمين اللي قبل من هادشي هذا. بالنسبه للفعاليه زعما الغوبوز
aussi على يعني الهرمونات يعني كما قلنا في الاول خاصنا نكونوا ديجا بدينا الكينات. ورابعا شكون اللي كيدير اللازر يعني تقني اللازر. تقني اللازر راه هو طبيب اللي دار واحد يعني فورماسيون اللي دار تدريب في اللازر واللي عارف شنو كيدير. ماشي اي واحد يمكن يدير اللازر، ماشي اي واحد يمكن يدير لي بي ال. والا فاننا كنصدقوا وكنشوفوا بزاف ديال الاعراض اللي وخيمه اللي كيكونوا عند السيدات، منهم حروق اللي كيبقاو لي سيكاتريس ديالهم بويد يعني ميم با حروق كحل. اذا هذا باش اللي بغي نزيد دكتوره امروج انا دابا كاينين في السوق ان لي زاباري اللي يمكن السيده تاخذها وهي دير نفسها دير اللازر الدار لي اكزاكتومون لا لوميير بولسي اللي في الدار. نبغي ناكد انه راه يعني علميا تثبت بانه هادوك لي زاباري كينقصوا الزغب في الاول ومن بعد كنصدقوا في ليبيربيلوزيتي بارادوكسال يعني كيولي عند السيده الزغب اكثر من اللي كان عندها في الاول. في الختام بغي نقولوا ان زياده نمو الشعر عند المراه او الشعرانيه هو عارض لي كثير بزاف واللي كتعاني منه نسبه كبيره النساء عندنا في المغرب، ولان الاسباب الهرمونيه كتشكل نسبه كبيره من الاسباب ديال تكون هذا العارض. اذا سيداتي حاولوا تستشروا طبيب باش تعارض من الاعراض اللي عندكم. وبالنسبه للسيدات اللي بغاو يحيدوا لهذا الشعر هذا فانه لازير ولا لوميير بولسي الله يخليكم عارفوا عند من تمشيو وعارفوا عند من ديروا اللازير ديالكم باش تفادوا مشاكل اللي من بعد تكون كبيره. اذا هذا الختام وشكرا لكم والى اللقاء.